أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن الأمن الغذائي في السودان والدول الشقيقة الأفريقية والعربية، وهو محرك للصناعة والصادرات. وقال لدى افتتاحه معرض زهور الخريف بالحديقة النباتية بالخرطوم إن هناك تحديات كبيرة في إطار التغيير المناخي الذي أحدث تغييرا في البيئة أوجب الاهتمام بالزهور ضامنا أساسيا للتوازن في الموارد الطبيعية. ووجه الوزير بإنشاء حدائق مماثلة في جميع الولايات وربط تلاميذ وطلاب المدارس بالقطاع الزراعي، وتعهد بتبني عدد من المشروعات الخاصة بزراعة المحاصيل والنباتات البستانية والعطرية.